بني أحمر أخضر زيتي وغيره من الألوان يلي بتناسب فصل الخريف يلي ملابسه بتتطلب قدر كبير من التخطيط. هالفصل بيمتاز عن غيره من الفصول بتشكيل ألوان ولوحة فنية متناسقة ومتقاربة، والسيدة بطبيعتها بتميل للاهتمام بأناقتها وجمالها واختيار كل ما هو مناسب لإلها، سواء كان من ناحية اختيار الألوان أو الأزياء. من المعروف أن الألوان الداكنة والعميقة هي يلي بتميز فصل الخريف، لكن في ألوان أخرى بتكسر هالنمط وبتتناسب مع هالفصل. اختيار الألوان من الأمور المهمة الواجب مراعاتها والانتباه لمدى ملائمتها للفصل، وهذا ما بيغني عن الملابس ومظهرها وما هي الملابس الأنسب لفصل الخريف. القمصان الجلدية تعد أحدى الخيارات التي ينصح بها خلال فصل الخريف، ومن الأفضل تكون بألوان زاهية مثل اللون الأحمر أو اللجوء للون الأبيض أو البيج. البنطال ذو الخصر العالي ينصح بارتدائه، ويفضل أن يرافقه قميص لون محايد كأطلالة خريفية. الملابس ذات اللون الواحد، وهذه النوعية من الملابس تتميز بجرأتها، وخاصة إذا كانت الألوان نارية، إما أن تكون من اللون البرتقالي أو اللون الأحمر كأطلالة مناسبة لفصل الخريف. السترات الفضفاضة من أكثر الملابس اللي بتناسب فصل الخريف، خصوصا إن كانت باللون الأسود أو الأبيض.